في احد رسائلكم في الايميل وصلتني رساله من عند الاخت وسام، راهي تقول لي فيها: اخي زينو، انا متابعتك منذ ايام ردود افعالك على اغاني سعد المجرد، وانا معجبه بالمحتوى اللي تقدمه، طريقه الكلام تاعك والاحترام الكبير تاعك، لانه بكل صراحه اليوتيوب في الوقت الحالي كثروا فيه ناس اللي يعطوا محتوى غير مفيد، محتوى غير اخلاقي، بينما انا في كل مره نشوف قناتك نشوف انه احترامك مازال هو والاختك المحترمه هي، ونتمنى انك تستمر وربي سبحانه ان شاء الله يوفقك. اما الفيديو اللي نطلبه منك هو فيديو لاجانب جاءوا للمغرب بالدراجة النارية فقط، وقاموا بزيارة العديد من المناطق اللي ما يتمكنش السياح بدون دراجات الوصول إليها، ورؤية المناظر هذه الخلابة هذه اللي تمكنوا الدراجين من رؤيتها. يعني فيديو عن سياحة وفيه دراجات نارية. خوتي خوتاتي، أشكركم على هذا الكلام الجميل الذي تقولونه في حقي، وأنا عارف أنكم حتى أنتم المتابعين محترمين ولغتكم لغة محترمة. يلا شوفوا هذا الفيديو، فيه يعني حوالي 5 دقائق سفرية بالدراجة النارية إلى المغرب وإلى أماكن قالت لي ما يتمكنوش السياح من زيارها، يعني اللي جو بالطيارات الى اخره. اوكي، هذه ماشي دراجه ناريه، هذه سفينه. يعني سفينه بطبيعه الحال امر معقول انه تدخل الى بلد طبيعه الحال تكون جايب فيه دراجه ولا جايب فيه سياره. واو، على البحر يعني راه كالم بوطون. طبيعه الحال اليوم جميل للبحاره. خروج دراجه ناريه من سفينه في الوقت هذا. ريجينا بالتيكا اسم السفينه، ريجينا بالتيكا. طبيعه الحال خرج انطلقت الرحلة. منذ خروجه من الميناء تنطلق الرحلة. واو، شوف من طريق المعبد الى الطريق الجبلي في مكان صراحة يعتبر مكان خطير. اوكي، دخلوا في طبيعة الحال احياء البعيدة عن المدينة، يعني احياء هذه طبيعة الحال شوف البحر يا رباه ما شاء الله، مناظر طبيعية خلابة جدا، تصوير عن طريق الجو برو طبيعة الحال. شوف طريق فارغ في وسط يعني الجبال هنا، طبيعة الحال طريق موعر هنا، ممكن يعني لو كان هناك خلل وعطل في الدراجة أو ليس اثنين فقط وإنما ثلاثة. طبيعة الحال أماكن منعزلة، هذه في الصحراء هنا، شوف الجمال، شوف الواحات، هذه كيما الواحة، شوف الماء موجود في مكان كيما نقولوا فيه الجبال ومفيش الخضورية. الجمال اللي طبيعة الحال يقطع الطريق بكل ثقة. طبيعة الحال صور جميلة جدا. هاي بدأت يعني المشاكل الدرجات النارية. اوكي، وضع الزيت طبيعة الحال يعني الدراجة النارية والدراجة الهوائية وكل انواع الدراجات لازم عليك تكون عندك هناك خبرة في الاصلاح في تصليحاتها، لانه معروف على الدراجة انه فيها اعطال كثيرة. طبيعة الحال شوف توغل تاعهم في هذه الاماكن العميقة، صراحة اماكن ما يتمكنوش السياح من رؤيتها. شوف طريقة طبيعة الحال طريقة المرور في هذه الطرقات، يعني واو ما شاء الله مناظر خلابة جدا. تخيلوا معي لو كان هذه المناظر يعني تكون فيها الثلج إلى آخره. واو، شوف البيزاج هنا أمام البحر، صراحة أجواء رائعة، أجواء راني نشوفها راني نرتاح أنا. أوكي، الأجواء الصيفية الجيت سكي. طبيعة الحال تجدون رابط الفيديو هذا في الديسكريبشن بوكس، صراحة فيديو يخليك تسافر معاه. شكرا للأخت اللي رسلت لي هذا الفيديو، طبيعة الحال الفيديو زوين صراحة، مناظر خلابة جدا والدراجة النارية طبيعة الحال. واش وقع؟ نقول ليش برك خلل. اوكي، اصلاحات الدراجة قلت لكم، يعني الدراجة نخافها انا صراحة، سيارة هكاك وتكون داخلها تكون ارحم ليك. شو الواحات هنا، النخل الى اخره، طبيعة الحال دي بو بيزاج. اوكي، طريق رملي، سقوط قوست عليه، عينتو يا حبيبي ما شاء الله بسم الله، ولكن يعني سقوط غير قوي لانه ما كانش يجري بسرعة كبيرة. الدراجات هذه مهيئة ومكيفة لكي تمشي في اكثر الطرق يعني صعوبة. شوف لي بو بيزاج صراحة، من البحر، جبال، رمال، يعني هنا راه يوجه فيهم لابيست. طبيعة الحال ممكن انك تيه في اماكن مثل هذه، خاصة لما ما يكونش عندك جي بي اس، ولكن يعني سكان محليين سكان مسالمين وسكان كيما نقولوا يرحبوا بالناس. هاول ذا المكان مشهور، ما كانش فينا يعرف المغرب ما يعرفش هذا المكان، يعني طبيعة الحال مشهور وكيما نقولوا تحفة معروفة على المغرب منذ زمن طويل جدا. هذه اماكن صباغة الجلد الى اخره. شوف طريق واعر طبيعة الحال، طلعة المونتي يعني زاوية عالية،
اوكي صراحة راني نشوف وراني استمتع وراني نتخلوي يعني راني مسافر معاهم وانا من مكاني. هذه الانترنت يعني بامكانك انك تسافر وانت قاعد في مكانك طبيعة الحال. هذا هو التكنولوجيا وهذا العصر اللي وصلنا له. لا 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 مناظر خلابة جدا صراحة برغم كل الصعاب وبرغم كل المشاكل اللي ممكن انها تلقاك في طريق الا ان المناظر يعني تستاهل كل هذا التعب وتستاهل كل هذه المجازفات والمخاطرات. شوف يعني طبيعة حال السكان القصديين حتى الدراجات يعني راهي كما نقولوا ماتيريال خشين الثمن تاعها ايضا ليس بثمن رخيص في نفس الوقت امكانياتها وتعطيك قدرات يعني كبيره بزاف صراحه. الدراجه نعمه كما قادر تكون نقمه. نعمه لانها يعني بامكانك انك تحرك بها اينما مشيت ونقمه لانه يعني بطبيعه الحال ليزاكسيدون تاعها صعاب. 6 weeks in Morocco يعني هذا ملخص 6 أسابيع في المغرب بالدراجة النارية. بطبيعة الحال قام بالعديد من قام هذا الدراجين بزيارة العديد من الأماكن والمعالم اللي ما يتمكنوش من بلوغها السياح يعني بشكل عادي بطبيعة الحال بأقدامهم ولا بالطيارات يجوا ولا بالباخرات. المهم صراحة الفيديو جميل جدا شكرا على ما رسلت لي هذا الفيديو. فيديو كما نقولوا فيه راحة نفسية بطبيعة الحال تشوف فيه وراك ترتاح وفي نفس الوقت راك تسافر وتشوف بعينك وتكتشف أماكن اللي ممكن أنت ما شفتهاش ممكن أنت ما شفتيهاش. بطبيعة الحال أنا شفت العديد من الأماكن في هذا الفيديو راحة نفسية خاصة تلك اللقطات مع غروب الشمس كوشيت سولي إلى آخره. صراحة لقطات جميلة جدا وخاصة لما تكون هناك المياه والنظرة تكون واسعة والزاوية تكون كبيرة بالجو برو كما شفنا يعني لما كان فوق هذيك التلة. صراحة صور جميلة جدا. أشكركم لشتوا معي الفيديو هذا الأخير. بطبيعة الحال الفيديو هذا من قناة نيكولاز تجدون رابطه في الديسكربشن بوكس. بطبيعة الحال أحد الأجانب هذا اللي جاء إلى هذه المنطقة. في الأخير أشكركم لشتوا معي الفيديو هذا الأخير. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace.